ومعي مباشرة عبر تطبيق زوم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمو أبي رمية مباشرة من إهمش. صباح الخير أستاذ سيمو. صباح النور ست سمر لعليك المشاهدين، وأسمى التمنيات بمناسبة هذه الذكرى للإخوان في لبنان، إخوانا في الطائفة الشيعية، وأنا لعليك. أهلا فيك أستاذ سيمو. سأبدأ عمليا من حيث انتهى خطاب سماحة السيد عندما يقول أو يعني يشجع على فتح باب الحوارات ثنائية جادة دؤوبة قد تفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية. خلينا نبلش من هون قبل ما ننتقل إلى حاكمية المصرف والموضوع الاقتصادي. أتحدى بعد زيارة لودريان الكلام عن حوار أو تشاور أيلول، مثل ما هو حب يسميه، أنه لقاء تشاور مشاورات وليس حوار بالمعنى القائم. بعد كلام أيضا رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل بالأمس يلي فهم فيه البعض أنه في اتجاه نحو مقايضة، نحو تنازل، نحو تكويعة في مكان ما، وأنه ممكن يغض الطرف عن الاسم من يكون الرئيس، وإنما بده حقه سلف، وهذا الثمن هو اللامركزية الإدارية الموسعة والمالية إضافة إلى الصندوق الائتماني. شو عمل جبران باسيل بالأمس؟ أول شيء خليني أقول لك أنه هناك حوار إيجابي عم بيصير مع حزب الله بعد مرحلة من العلاقات اللي كان يعترضها العديد من الشواهد. هذا الحوار بلش دون أن يكون هناك شروط مسبقة حول الاسم بالتحديد، لكن اللي بهمنا نحن كتيار وطني حر بهذا الحوار مش بس مع حزب الله، حتى مع كل القوى السياسية بلبنان، إنه الأهم شو جاي يعمل الرئيس. مش هناك تحددت، نحن كنا عاملين ورقة الأولويات الرئاسية ونقاش جاري مع حزب الله حول هذه الورقة، وبالتحديد حول ملفات نعتبرها حيوية إصلاحية من أجل النهوض بالوطن، بين هذه البنود الأساسية يلي حكى عنهم، يلي هي موضوع الصندوق الائتماني، يلي هي اللامركزية الإدارية المالية الموسعة. وانطلاقا من التوافق حول هذا البرنامج اللي بده يلتزم فيه الرئيس، ساعتها ننتقل إلى المرحلة الأخرى واللي هي نشوف مواصفات الرئيس للانتهاء باسم الرئيس. وبالتالي اليوم ما بدنا نستبق الأمور ونقول انتهت وصار في تنازلات ومقايضات، لا، بهمنا نجاح العهد بإنقاذ لبنان من الهاوية اللي هو عايش فيها طبقا للبنود يلي نحن عم نحكي فيها. في حال كان هناك توافق مسبق حول هذه البنود وحول أجندة تنفيذ هذه البنود، ساعتها ننتقل إلى المرحلة الثانية حول مواصفات الرئيس اللي يجب أن يتمتع بها، وثانيا أكيد اسم الرئيس. نعم. وبالتالي اليوم بعد من المبكر الحديث عن تنازلات وصفقات ومقايضات. نعم أستاذ سيمو، ولكن اليوم بالطروحات المطروحة وبالأثمان يلي عم يحكي عنها جبران باسيل عندما يقول اللامركزية الإدارية الموسعة والمالية، طيب هيدي فيها تريك، فيها فخ هون، يعني وهو يعلم سلف أنه المالية مرفوضة، وسبق وأن تحدث بهذا الأمر مع حزب الله تحديدا وغيره من غيره من الحلفاء، ويعلم جيدا أنه اللامركزية المالية مرفوضة، ويعتبرها الثنائي الشيعي أنها أداة تقسيمية وذهاب نحو فدرلة. فلماذا يعني ليش طرح شيء بيعرف أنه مرفوض لا إمكانية لتنفيذه؟ صراحة هذا الجو اللي عم تحكي عنه لم نلمسه باللقاءات والمشاورات والنقاش الجاري مع حزب الله. لأنه شو يعني؟ قلت باللي شو يعني؟ ما لم نسمع من حزب الله رفض مسبق للامركزية المالية بالتحديد. بس هن قايلين في خطابات وحاكي فيها حتى السيد، يعني مش بس الوسطاء الآخرين ونواب، نواب مسؤولين قيادات والسيد حاكيين عن موضوع رفض اللامركزية المالية. عظيم، هن رافضين كانوا ونحن مصرين على هذا الطرح، لأنه بنعتبر أنه هذا دون المس
بالنظام اللبناني وبالصيغة اللبنانية هذا الطرح هو يتحول شيء لأنه فدرلة ولأنه تقسيم، وبالتالي نحن بنعتبر أنه من أجل النهوض العادل بالمناطق على الصعيد الإنمائي هذا ممر إجباري، وبالتالي مثل كل دول العالم هناك لمركزية في قسم كبير بيكون لأنماء المناطق يلي عم تجبي ضرائب منها، وهناك قسم من هذه الأموال بتروح من أجل خزينة الدولة المركزية. نعم. هون ما عم نحكي لا فيدرالية ولا عم نحكي تقسيم، وبالتالي هذه الحجة تبعنا إذا في مقابلة حجج تناقض أو تنقض هذه الحجة اللي احنا عم نعطيها تفضلوا يقولوا لنا كيف، لكن البادر اللي كان الحوار إيجابي وليس أبدا روحية الحوار أبدا لا تنطبق على اللي حكي اللي كنت عم بسمعه منك إنه هناك رفض، يعني ما عم ينسمع بشكل مباشر خلال اللقاءات، ما عم بيتم وضع فيتو على المركزية المالية من قبل من تحاورون من حزب الله؟ أبدا أبدا. طلب منا شو عندكم هواجس، شو عندكم بنود إصلاحية، كيف شايفين النقاط الأساسية والملفات الاستراتيجية يلي لازم العهد القادم يلتزم فيهم ويقوم بتنفيذهم، وبالتالي حطينا هذه البنود وهذه الورقة اللي حكيتك عنها وعم بيصير في النقاش حولها. لو كان في شروط مسبقة يمكن ما كان بلش الحوار، يعني كان في هناك إشارات إيجابية قبل ما بلش هذا الحوار الإيجابي والجدي، وعلى أساسه نحن عم نشتغل وعم نناقش معهم للوصول إن شاء الله إلى نتائج. بس هذا الوضع يعني اللي بدي أقوله لا يجب أنه نطمن بالنا أنه فقط حكينا نحن وحزب الله، لأنه هذا الشيء يلزم كل القوى السياسية الأخرى بلبنان. تكون واضحين نجاح العهد القادم بظل الأزمة الاقتصادية والانهيار القائم يتطلب تضافر كل الجهود وأنه كل القوى السياسية تكون ملتزمة بخطة الإصلاح. إذا هناك مكون واحد بالبلد رفض أو حد فيتو كلنا نعرف بحكم النظام اللي قائم انه بيعطل كل شيء، وبالتالي نحن بهمنا انه الطروحات اللي عم نطرحها بنعتبرها انه طروحات بنيويه اصلاحيه انه الكل يكونوا ملتزمين فيها، وبلش هذا المشوار بالنقاش الجدي مع حزب الله. طيب حكين انتم وحلفائكم بالتقاطع القوات اللبنانية حول هذا الموضوع بموضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والمالية وبموضوع الصندوق الائتماني، حكين معهم في شو موقفهم المباشر منه هذا الأمر؟ ست سمر بمعزل عن التقاطع الرئاسي هناك تقاطع بالأولويات الاستراتيجية على المستوى الإصلاحي بالبلد. نعم. وكلنا بنعرف انه مش بس القوات اللبنانيه، نحن حكينا مع القوات، حكينا مع الكتائب، حكينا مع كل القوى اذا بدك بين هلالين اللي بتصنفيهم بخانه المعارضه، كلهم متفقين نحن وياهم على اللامركزيه الاداريه الماليه الموسعه. بما يختص بالصندوق الائتماني فقط للتذكير انه هيدا موضوع اساسي. صحيح. وهيدا الموضوع بالتحديد تنكون واضحين القوات اللبنانيه كمان مقدمين اقتراح قانون بما يختص بالقانون الائتماني بالتحديد، وبالتالي بعتقد هذه الاولويات الاستراتيجيه اللي عم نحكي عنها، هذه الاولويات هي اولويات قاسم مشترك بين كل القوى السياسيه اللي بهمها. بس في فرق هون، استاذ سيمو، انه دكتور سمير جعجع غير قابل لا للمقايضه ولا للتنازل ولا للتفاوض ولا لدفع الأثمان أو قبض أثمان مقابل اسم الرئيس. هون كيف بدكم تتفقوا أنت وياه؟ امبارح بيقول لم يعد مسموحا تدوير الزوايا أو المسايرة في خضم تفاقم الأزمة، لذا نحن مستمرون في المواجهة السلمية الديمقراطية السياسية حتى تحقيق ولادة لبنان الذي نحلم به. انطلاقا من هنا نشدد على رفض عهد جديد لمحور الممانعة على خلفية نجاحاته السابقة الباهرة الذي تسلم زمام السلطة وإلى آخره. طيب يعني بيعتبر سمير شجاع هذا الأمر موضوع بديهي، موضوع اللامركزية موجود منصوص عنا بالطائف والصندوق الائتماني منه فايت فيه ببزار البيع والشراء وقبض الأسمان مثل ما أنتم فايتين. كيف بدكم تتفقوا أنتم وياه؟ أول شيء خليني أقول لك إنه اللامركزية المطروحة كانت بالطائف هي الإدارية. نعم. زدنا عليها مصطلح اللامركزية المالية. المالية. وهيدا شيء إضافي.
لكن يشكل قاسم مشترك خلال الاتفاق على الطائف. لكن بما يختص بالصندوق الائتماني هذا الشيء ما كان موجود كمان بالسنه 88، هذا الشيء استجد مؤخرا، وقلت لك نحن والقوات اللبنانيه وقوى سياسيه اخرى متفقين حول هذه البنود الاصلاحيه. اما لما بنروح الى، لانه انت اعتبرتي انه بمقابل الموافقه على هذه الاصلاحات المطلوبه من قبلنا سيكون هناك مقايضه على الاسم والمواصفات. انا اليوم ما بدي فوت بهذا الجدل، لانه نحن بعدنا بالخطوات الاولى للوصول الى توافق حول البرنامج. لما ننهي التوافق حول هذا البرنامج ساعتها بيكون عندنا بحث جدي مع القوات اللبنانيه وكل القوى السياسيه الاخرى ومع حزب الله، اذا فينا نوصل الى تفاهم حول اسم مشترك يطمئن الجميع ويكون بس لا يعني ضامن. معلي استاذ سيمو، بكلامه الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر كان واضح، ما قال الاتفاق على اسم وإلى ذلك، قال الثمن نقبضه سلف مقابل مرشحون، يعني واضح الكلام. ما قال مقابل مرشحكم، ثمن مرشحهم بلا، قال مين ما كان عندهم بنحكي فيه. لا هيدا الموضوع سمر لما طيب. أوكي. عظيم ست سمر، بدي اقول لك شغله. اليوم نحن يعني اهميه التموضع للتيار الوطني الحر انه قادر يكون على تواصل بين حزب الله والقوى يلي ملتفه حول حزب الله، حركه امل وغيره، بحكم التفاهم الكامل قائم وبحكم طاش القائم حاليا، كمان بحكم التقاطع مع القوى الاخرى اللي صار حول الاستحقاق الرئاسي. وبالتالي اسمحي لي اليوم ما نحرق المراحل، خلينا نتفق على المضمون شو بدنا نعمل بالست سنين اللي جايين، وبعدين جاي الوقت لنحكي بموضوع الاسم. هلا اليوم كل هذا الموضوع سابق لأوام. طيب بيبقى عندي نقطة الصندوق الائتماني. اليوم لما يعني هلا بيحكي رئيس التيار بلغة العطونة، يعني عطونة مين؟ عن مين عم يحكي؟ عطونا كتيار وطني حر، عطونا ما بعرف كطائفة مارونية، لمين عطونا؟ لمين بده الصندوق الائتماني؟ لمين بده؟ للبنانيين، وخصوصاً انه بالسابق كان في علامات استفهام، يعني انه الصندوق الائتماني يلي بدها تنضب فيه اموال النفط لوين بدها تروح؟ بكره بيحطوا ممثلين عنه، بكره بتروح الى جيب المسؤولين. لمين عطونا؟ لا خلينا نتفق، في فرق بين الصندوق السيادي والصندوق الائتماني. الصندوق السيادي هو يلي هلا عم تدرسه لجنه المال، يلي له علاقه بموضوع الغاز والنفط. اما موضوع الصندوق الائتماني فهو مقاربه اخرى للاجيال القادمه من خلال اسس تبع الدوله اللبنانيه، وهون بعتقد في نقاش، لانه هذا الموضوع صراحه لم يناقش مسبقا مع كل القوى السياسيه، بمعنى انه لا مركزيه الاداريه والماليه اوريدي صاير في اقتراحات قوانين، وهناك درافت مع مسودات انعملت مع ثلاث اربع شخصيات مرموقه وعندها صاحبه اختصاص بهذا الموضوع، وهناك اقتراح قانون موجود بمجلس النواب يناقش ضمن لجنه فرعيه كان مقدمه الوزير زياد بارود، وهناك اقتراحات اخرى. هذا الموضوع طرح وهناك نقاش جدي بمجلس النواب حوله، اما الاقتراحات الاخرى مثل الصندوق الائتماني هذه فكره استجدت بعد ما صار الانهيار من اجل اعاده تثبيت دعائم الاقتصاد اللبناني، وهيدا الشيء بعد لم يطرح، وهيدا الشيء نحن ما عم نقول لانه للمسيحيه ولانه للمسلمين بالبلد، هيدا لكل اللبنانيين، لا له علاقه بالتيار الوطني، لانه مصلحه فقط للتيار الوطني الحر، يعني ما في مصالح فئويه حزبيه طائفيه او مناطقيه، هناك مصلحه عامه بهذا الصندوق، بس هيدا يتطلب نقاش جدي ومستفيض، لانه العنوان اكيد مهم، لكن كمان هناك تفاصيل أساسية يجب أن تبحث بين القوى السياسية والكتل النيابية. نعم، لحتى لي دقي أنا وياك شغلة، لحتى لي هيك يعني عملنا أخذ ورد عليها. بيقول جبران باسيل حرفيا ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون أقل من لا مركزية موسعة مدفوعة سلف بإقرارها بقانون، وصندوق ائتماني مدفوع سلف بإقراره بقانون وبرنامج بناء الدولة، وغير هيك فشلوا لوحدكم. محددة ثمن مرشح. أوكي. يعني واضح. عظيم. خلينا واضح ست سمر، وهيدا من هيدا لحتى لي كمان يكون أداء، هيدا من حساب جبران باسيل على تويتر، يعني لو في أي خلل معك. تفضل معك، بس خليني اقول لك شو قصدي.
ثمان مرات. اوكي عظيم. يعني عم بيقول خلينا نتفق على الاولويات للبرنامج وهذه البنود الرئيسيه وجاهزين نحكي بكل شيء بعدين، بس هيدا الاساس بالنسبه لنا، ولما نوصل لها نحكي فيها.